كابتن علاء، طبعا كنا بنتكلم في الانترو على موضوع غريب جدا حاصل اليومين دول. يقول لك احنا هنشجع الاهلي، احنا هنشجع الاهلي عشان الاهلي يكسب، مش عارف بيراميدز عشان احنا ايه الكلام ده؟ ما هي ده، بص يا اما كل يومين كده او كل فتره بيحصل حاجه على السوشيال ميديا، لكن هو المباراه دي يعني حاله خاصه شويه، لان هي بقى هتحدد مصير حاجات كتير قوي في الدوري. لكن اللي انا عايز اقوله انه ما فيش حاجه، احنا هنشجع النادي الاهلي عشان يكسب. النادي الاهلي مش محتاج حد يشجعه ولا محتاج حاجه خالص، محتاج النادي الاهلي عنده جمهوره اللي ما شاء الله يعني حدث ولا حرج عليه. النادي الاهلي مش محتاج تشجيع زياده، النادي الاهلي بيلعب عشان حاجه واحده، مكسب بس، بغض النظر عن اي حاجه تانية. يعني طبيعه النادي الاهلي ان هو مش بيبص لحد خالص يا ايمن، هو بيبص عند مباراه كذا بيفكر في حاجه واحده، الثلاث نقاط صحيح، بس هو بيفكر في كده. توفيق بقى من عدم، ده حاجه بتاعت ربنا، لكن النادي الاهلي معروف بيلعب على مكسب. حد بقى يبقى عنده مستفيد من الموضوع ده، هيتضرر الموضوع ده، انا لا يخصني بشيء. انا عندي مباراه النهارده، مباراه مهمه، مباراه قويه ان شاء الله بنتكلم عليها، هو مركز في حاجه واحده بس، يدي النهارده ان شاء الله رساله لجماهير النادي الاهلي، رساله طمانينه ان شاء الله مباراه الوداد لا البشار تبقى ان شاء الله كويسه، وتطمن على كل اللعيبه، ويبقى مباراه قويه، مباراه مكسب ان شاء الله النهارده، بغض النظر عن اي اتجاهات تانية خالص.